مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج حديث الاخبار. النهارده ان شاء الله هنناقش مجموعه من القضايا المحليه والعالميه، ولكن في فقرتنا الحواريه هيكون عندنا لقاء مهم جدا مع سياده العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. الحقيقه انه مع سياده العميد هنناقش مع حضراتكم محاور كثيره جدا ولكن تحت مظلتين في منتهى الاهميه. المحور الاول او النقطه الاولى ما يتعلق بين الازمه او التنافس أو حتى إن صح التعبير ما يطلق عليها الحرب الاقتصادية العالمية ما بين مجموعة البريكس وما بين مجموعة دول السبع أو جي 7، خصوصا أنه الكل وكل التقارير الدولية بتشير أنه من الصعوبة بمكان أن تستطيع دول مجموعة السبع أن تقوم بعمل توازن معين مع بكين، نظرا لأنه أغلب اقتصاداتها هي معتمدة بالفعل بشكل كبير جدا على الصين. وأيضا هنتكلم على محور تاني مهم جدا وهو ما يتعلق ب آخر وأحدث مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية. هنعرف على الأرض ما الذي يحدث وما هي التوقعات للغد أو على الأقل للمستقبل القريب، ولكن البداية مع مجموعة من الأخبار العامة. فأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الأخبار. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. أقول لكم بكل صدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به. أهلا وسهلا بحضراتكم. تبذل مصر جهود كبيرة في تنمية القارة الإفريقية انطلاقا من كونها دولة إفريقية وعربية، والحقيقة أنها بتتمتع بعلاقات تاريخية مع مختلف تلك الدول عن طريق شراكات اقتصادية كبيرة طبعا، وعلى رأسها يمكن يكون تجمع الكوماسا مثلا اللي بتترأسه طبعا مصر حاليا، وأيضا اتفاقية التجارة الحرة القارية. بتستضيف مصر حاليا الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ. إيه الهدف؟ الهدف هو دفع جهود التنمية، إيجاد سبل لتمويل المشروعات بالقارة السمراء. احنا بنتكلم هنا إنه إفريقيا بتحتاج نحو 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية. طيب بهذه الكلمات وللمزيد بينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثماري. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. ولحضرتك يا فندم، يعني لو تسمح لي بداية نسأل حضرتك، ما هي دلالات استضافة مصر لاجتماعات البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ؟ هو يمكن زي حضرتك أشرتي في المقدمة أنه مصر على مدار الحياة تاريخها كانت بتلعب دور هام للغاية داخل محيطها الافريقي على المستوى الاستراتيجي والسياسي والامني والعسكري، وفي الوقت الحالي بتلعبه على المستوى الاقتصادي. الحقيقه افريقيا تحتاج لجهود كبيره للغايه لعمليه التنميه، ومؤكد انه في ظل التحديات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول الناميه بما فيها الدول الافريقيه بشكل خاص، بالتاكيد الامر يحتاج لمجهود كبير. ويمكن الحقيقه مصر خلال السنوات المعدوده الماضيه الحقيقه نجحت انها تضع مكانه لها مش بس في اطار التنميه وايجاد دور هام في كمحور مركزي لجذب الاستثمار او كمحور مركزي للطاقه، لكن كمان كمنطقه هامه او كدوله هامه في منطقتها والعالم في احتضان التظاهرات والاجتماعات الدوليه. ومن هنا الحقيقه بتاتي استضافه مصر لمجموعه البنك الافريقي للتنميه، لانه الحقيقه مصر مهتمة كثيرا بالقارة الأفريقية بشكل عام، ومهتمة كثيرا بالدور اللي ممكن أن يلعبه البنك الأفريقي للتنمية في إطار جذب استثمارات، في إطار منح مزيد من التمويلات. مؤكد الظروف صعبة جدا اللي هي بتواجه الدول الأفريقية، يمكن زي ما أشار الأستاذ الرئيس في كلمته الافتتاحية أنه الدول الأفريقية تحتاج لاستثمارات تقدر في حدود 200 مليار دولار، وده بداية علشان
إعادة تأهيل الدول الأفريقية علشان تقدر إنها تلعب دور حامل للغاية على المستوى الاقتصادي العالمي. خلينا نوضح إن الدول الأفريقية الحقيقة تحتاج لمجهود كبير في إطار إعادة تأهيل البنية الأساسية داخل كل دولة، وتحتاج أيضا لمجهودات كبيرة للغاية في إطار ربط الدول الأفريقية بعضها البعض. إحنا الحقيقة محتاجين مزيد من التواصل بخطوط طيران، بخطوط سكك حديدية، بخطوط بحرية، محتاجين مزيد من الانفاق في مجال البنية الأساسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأنه هي دي الركيزة الأساسية اللي هينطلق منها عملية التنمية. احنا الحين عندنا استراتيجية التنمية الأفريقية 2063، مفترض انه القارة الأفريقية هتخدم في سوق العمل الدولي بما لا يقل عن 43%، ومن هنا الحقيقة الى ان يحل هذا التاريخ 2063 اتصور انه مجهودات كبيرة للغاية تحتاجها القارة الأفريقية. ويمكن الحقيقة من الأمور الطيبة أنه القارة الأفريقية بدأت تكون موجودة على الأجندة الدولية. يمكن هذا الأمر كان جاليا حينما تحمل وتولى السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية إدارة الاتحاد الأفريقي عام 2019، وتصور منذ ذلك التاريخ كافة القضايا والتحديات الاقتصادية اللي بتهم القارة الأفريقية الحقيقة كلها موجودة على الأجندة الدولية. ومن هنا الحقيقة نشوف حجم الحضور في الاجتماع الدولي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الحقيقة الحضور ضخم للغاية وممثلين على أعلى مستوى بما فيه مش بس الدول الأفريقية الأعضاء، لكن كمان على مستوى مؤسسات التمويل الدولية الحقيقة تقريبا كلها شركة البنك الدولي، صندوق النقد، البنك الأسيوي، البنك الأوروبي لإعادة الأعمار، الحقيقة البنوك الدولية كلها تقريبا موجود. ومن هنا الحقيقة بتأتي أهمية أنه مصر تستضيف هذه الاجتماعات الدولية لعدة أمور. الأمر الأول أنه الحقيقة مصر اللي نجحت منذ أشهر معدودة في احتضان واستضافة كوب 27، والحقيقة كان حدث هام للغاية على مستوى الدولي. ومصر نجحت مش بس في التنظيم والإدارة، لكن كمان نجحت أنها تقدم نموذج للمجتمع الدولي في كيفية أن تتحول الدولة أو يتحول اقتصاد الدولة إلى أن يصبح اقتصاد أخضر، طاقة نظيفة، استثمارات نظيفة. ومن هنا الحقيقة يمكن لمصر أن تفيد كثيرا الدول الأفريقية من تجاربها خلال السنوات المعدودة الماضية، أخذا في الاعتبار أن الحقيقة مصر كمان يتوفر لها آليات أدوات الحقيقة شركاتنا الحقيقة اللي اشتغلت على مدار السنوات الماضية في إعادة تأهيل البنية الأساسية في كافة القطاعات، قطاع الطاقة، البترول والغاز، قطاع الكهرباء، قطاع البنية الإنشائية والعقارية، قطاع الموارد المائية بما فيه إنشاء السدور. الحقيقة أصبح لدى الشركات المصرية خبرات متعددة يمكن أن تفيد بها كثيرا الدول الأفريقية. طب كل كلام حضرتك يا دكتور وحتى التحول للأخضر وفكرة نجاح مصر في هذا الصدد والتجربة المصرية، لو عممنا الموضوع وتحدثنا عن القارة السمراء بشكل أكبر، هل بتشوف حضرتك أنه الموارد طبعا الذاتية الموجودة في أفريقيا لوحدها بتكفي، أم أنه هذه القارة تحتاج إلى يعني المزيد لتحقيق التنمية ومشروعات عملاقة في البنية التحتية، خصوصا كمان أنه ما بقاش دلوقتي الانفتاح على العالم أمر به رفاهية، هو أصبح أمر حتمي، فكل دول العالم الآن تتحدث عن اقتصاد واحد حتى مشترك. بالتأكيد حجم التمويل المتاح داخل القارة الأفريقية لن يكون قادر على أن يمكن الدول الأفريقية أنها تحقق معدلات تنمية كبيرة. مؤكد المسألة الأكثر أهمية مش بس مجرد التمويل، لكن أتصور مسألة توافق الدول الأفريقية فيما بينها على رؤية استراتيجية واحدة. هذه الرؤية يجب أن ينبثق منها مشروعات محددة. هذه المشروعات يجب أن يتم عدة أمور. الأمر الأول يعني يكون لها دراسات جدوى واضحة ومقنعة للمجتمع الدولي. الأمر الثاني أنه هذه المشروعات مهمة أنه هي تصل لأبعد مدى لكافة المسؤولين في مؤسسات تمويلية دولية أخرى، البنك الدولي، مزروع الاستثمارية، البنك الأسيوي اللي هي مهتمة كثيرا بالتمويلات والاستثمار داخل القارة الأفريقية، مؤسسات الاستثمار العالمية. الحقيقة كل هذه المؤسسات التمويلية الكبرى على المستوى الدولي أتصور أنها مدعوة وبشدة، لكن هو يتبقى أنه إلى أي مدى الدول الأفريقية جاهزة لطرح قضاياها، إلى أي مدى الدول الأفريقية متفقة على عدد من المشروعات اللي بتخدم على أهدافها. لكن هتبقى نقطة البداية هو إنهاء الصراعات الداخلية داخل القارة الأفريقية، أتصور أنها نقطة أساسية مفصلية أولية. ما لم يكن الدول الأفريقية لديها قدر عالي من الأمن والأمان والاستقرار
اتصور انه مساله وصولنا لمستهدفاتنا هيكون امر صعب للغايه. نعم، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. كنا بنتحدث او ضيفنا الكريم كان بيتحدث منذ لحظات عن التجربه المصريه الناجحه فيما يتعلق بالتحول للاخضر. هنتكلم عن تجربه اخرى الحقيقه، او يعني قصه نجاح اخرى بتنسب للدوله المصريه، مصر حققت فيها طفره كبيره، ونتحدث هنا عن علاج فيروس سي. استطاعت مصر من خلال هذه الطفرة أن تكون يعني حاضية أو تحظى بإشادات عالمية، وتصبح أول دولة يتم إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية خالية من فيروس سي. حققت مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة نجاح كبير في تخفيض المعدل السنوي للإصابات الجديدة السنوية بنسبة تزيد عن 92%. تم هذا من خلال حملة غير مسبوقة لفحص فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، حيث تم فحص ما يقرب من 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا دكتورة منى، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين. أهلا بحضرتك، والحقيقة أنه بكل فخر نقول، أو لا مش إحنا اللي بنقول، العالم يقول أنه مصر هي أول دولة يتم إعلانها خالية من فيروس سي. منظمة الصحة العالمية أكدت هذا. ما دلالات هذا التقييم والإعلان من منظمة الصحة العالمية وهي طبعا أرفع وأهم جهة صحية في العالم؟ لازم نقول انه الحقيقه الانجاز اللي تم انجاز كبير جدا على مستوى العالم مش على مستوى مصر، لانه في خلال هذه الفتره ونتيجه مبادره سياده الرئيس 100 مليون صحه والقضاء على فيروس سي، تم فحص اكثر من 80 مليون مواطن في مصر وغيرها. كمان تم اعطاء العلاج لاكثر من 4 مليون مواطن. والعلاج ده يعني عايزين نقول انه كان بيتكلف للشخص الواحد 64,000 دولار، لكن مصر استطاعت من خلال شركات الادويه المصريه انها تقلل التكلفه لدرجه انه العلاج بقى بيتكلف حوالي 100 دولار فقط. مصر كمان استطاعت انها تساهم في علاج اكثر من ثلث المصابين في الشرق الاوسط، وده من خلال هذه المبادره. ومش بس كده، لكن امتدت الحقيقه لمجموعه من الدول الافريقيه، وفي دلوقتي اكثر من مليون مواطن في 4 دول افريقيه بيتم علاجهم من فيروس سي عن طريق الجهود المصريه والاطباء المصريين والادويه المصريه. طيب اتحدث مع حضرتك يا دكتور دلوقتي عن مبادره 100 مليون صحه. ازاي بتشوف حضرتك انها نجحت في القضاء على فيروس سي؟ وفكرة الكشف المبكر وأنه في 7 شهور بس قدرت الدولة المصرية بفرقها الطبية والوحدات الطبية والمراكز المتنقلة حتى أو الوحدات المتنقلة أنها تقوم بالكشف عن ملايين المصريين، ده كان أهميته إيه في توقيت يمكن لو كنا نقول أن ده هيحصل من سنوات طويلة ما كناش هنصدق قوي، لأنه السرعة كانت كمان موجودة مع الكشف عن هذه الأمراض. شفت ده إزاي يا دكتور؟ بنشوف ان الاصرار السياسي الحقيقه على تقديم خدمات صحيه متميزه هو ده السبب الرئيسي، لانه مبادره 100 مليون صحه شملت جميع افراد الاسره، شملت طبعا هي بدات بالقضاء على فيروس سي، لكن كمان كان معاها الكشف المبكر على الامراض غير الساريه زي السكر وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب وامراض الكلى، كمان في الاطفال الانيميا والتقزم والسيدات على سرطان الثدي. بعد كده شفنا كمان ضعف السمع، وشفنا المبادره في القضاء على قوائم الانتظار. احنا بنشوف الحقيقه انه في طفره كبيره جدا في مجال الانجازات الصحيه. ويعني انا بنتهز الفرصه ومن خلالكم ان احنا نوجه الشكر كمان لسياده الرئيس على هذه المبادرات، وكمان للاطباء اللي ساهموا في تنفيذ هذه المبادرات. ده جهد كبير تم فعلا، وبنشوف انه هذا الجهد الحقيقه تحقق على ارض الواقع بانجازات. النهارده بنقول انه مصر اصبحت خاليه من فيروس سي. فيروس سي ده كان مشكله كبيره جدا، لانه كان عدد كبير من المواطنين المصريين بيعانوا من هذا المرض، والمرض الحقيقه كان بيؤدي الى تليف كبدي وفشل كبدي واستسقاء وقيء دموي ومشاكل كانت الناس بتخش المستشفيات الحقيقه بسبب فيروس سي اعداد مهوله واعداد كبيره جدا.
واحد طبعا عاصر هذه الفترة اللي كان مضاعفات فيروس فيه مضاعفات شديدة بتؤدي إلى الوفيات في حالات كبيرة جدا. النهارده احنا لما بنعلن انه مصر خالية، مش احنا بس اللي بنعلن، لكن العالم كله بيشهد لنا انه في اعلان مصر خالية من فيروس سي، وانه ما تم من خلال هذه المبادرة لم يكن ليحدث في اي دولة من دول العالم، لانه كان في مسح كبير جدا للمواطنين، وتم فعلا فحصهم ضد فيروس سي والتأكد من خلوهم، او اللي كان بيعاني من الإصابة كان بياخد العلاج بالمجان بدون أن يسعى أي مقابل نتيجة هذا. دكتور، في ناس ممكن تسأل سؤال مهم قوي، هي على سبيل المثال المبادرات الرئاسية للصحة أو العلاج من فيروس سي أو فكرة الكشف المبكر، علاج السمنة والسكري أو يعني السكر وضغط الدم وما إلى ذلك، هل كل هذه المبادرات لها علاقة بتحسن الحالة الصحية للمواطن المصري؟ أنا مش بتكلم عن دلوقتي، ما هو أكيد أي حد هيبقى عنده سكر أو ضغط أو فيروس أو حاجة وهيتعالج، هو بإذن الله بينتقل من حالة إلى من حالة صحية إلى حالة أفضل بكثير. أتحدث هنا عن الشكل النوعي للمواطن المصري في المستقبل القريب، هل ده يفرق؟ الأجيال الجديدة اللي طالعة هل ده يفرق في صحتها؟ هل ده يرفع عندنا التصنيف في مصر إلى صحة أفضل؟ طبعا ده استثمار في المصريين عموما، لأنه زي ما حضرتك تعرفي المثل القائم أنه العقل السليم في الجسم السليم، فإذا كان في جسم سليم خالي من الأمراض والأمراض المزمنة، معنى كده أنه هذه الأجيال سوف تقدم لمصر الكثير من خلال هذه المبادرات اللي بيتم فعلا فيها الاكتشاف المبكر والعلاج السريع لمشاكلهم الصحية المزمنة، وبالتالي طبعا بيحصل نقلة في نوعية عقول المواطنين. بنلاقي انه المواطنين اصبحوا دلوقتي يعني متفرغين بمشاكلهم الحياتية اليومية، بدل ما كان متفرغ بمشاكله الصحية اللي مش بيقدر ان هو يعني يقوم بدوره كرب أسرة او كان صاحب شغل او صاحب محل او مصنع او النهارده بنشوف ان الناس دي خلاص اصبحت متفرغه لاعمالها مش متفرغه لمشاكلها الصحيه. عايز اتكلم مع حضرتك تحديدا عن السمنه يا دكتور، انا فاكره كويس اول لما سياده الرئيس اتكلم على موضوع السمنه وان احنا نشتغل عليها وخصوصا الاطفال الصغيرين والشباب، انا فاكره انه كان في بصراحه يعني ناس من المواطنين، في ناس ممكن تبقى كانت مستغربه يعني بنتكلم ليه عن السمنه، طب ايه المشكله، ما اللي مليان دلوقتي او عنده سمنه لما يكبر حي ممكن يخس، بس الحقيقه انه الموضوع ليه ابعاد تانية مهمه جدا، ابعاد لها علاقه بالصحه بشكل مباشر طبعا، وابعاد لها علاقه زي ما كنت حضرتك بتتكلم من شويه على فكره الاداء نفسه، يعني الاداء الدراسي في المدرسه في الجامعه ما بعد الجامعه، فازاي حضرتك شفت فكره انه الدوله تهتم بموضوع السمنه وتشجع على الرياضه والانشطه، التوازن في الطعام، التغذيه السليمه، ده حضرتك بتشوفه ازاي وشايف وصلنا فيه لايه او حققنا فيه ايه لغايه دلوقتي؟ طيب أنا عايز أقول لحضرتك معلومة الحقيقة ولكل المشاهدين، معلومة مهمة جدا. تعتبر السمنة هي الأساس لأمراض كتير جدا من الأمراض غير السرية. فزيادة الوزن بيصاحبها دايما سكر وارتفاع في ضغط الدم. وكمان زيادة في الكوليسترول ومشاكل القلب ومشاكل المفاصل. وعظم المفاصل. بالظبط. وإلى جانب ارتفاع كمان نسبة حمض البولي. وحدوث مشاكل الاوعيه الدمويه من ناحيه الجلطات سواء في القلب او في المخ. وبالتالي السمنه هي مشكله كبيره جدا. اصبح العالم كله بيهتم بيها، انا كنت الحقيقه في مؤتمر دولي قريب وكان المفروض انه الاهتمام بامراض من امراض الغير ساريه، لكن انتهى المؤتمر الى انه السبب الرئيسي لهذه الامراض هو زياده الوزن. وبالتالي بقى في توجه عالمي ناحية القضاء على زيادة الوزن، زيادة الوزن هي الأساس والسبب الرئيسي لمشكلات كبيرة، سكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وجلطات القلب وجلطات المخ ومشكلات المفاصل زي مفاصل العمود الفقري أو الركب أو المشكلات المصاحبة للسكر. وبالتالي القضاء على السمنة أو التعامل مع زيادة الوزن لازم يكون فعلا هدف علشان فعلا نقدر نتخلص من
الامراض الغير ساريه اللي احنا بنعاني منها واللي العالم اكتشف انه فعلا هي اساس مشاكل كتير ولا بد من التخلص. طب في ثقافه يا دكتور سعاد بنسمعها من بعض الناس ان يقول لك حتى لو ابني او بنتي عندهم سمنه او مليانين عن الوزن اللي المفروض يكون طبيعي او المعدل الطبيعي في السن ده، انا بتكلم تحديدا على سن السبعه والثمان والتسعه والعشر سنين، فمش مشكله كده كده لما يكبر هيخس. فهنا حضرتك تنصح بايه؟ لانه دي بنسمعها كتير الحقيقه. طيب عايزين نفرق بين السمنه اللي بتحصل في الاطفال والسمنه اللي بتحصل في لما السمنة تحصل في طفل صغير ده معناه زيادة في عدد الخلايا الدهنية. أما لما بتحصل في الكبار فده معناها تضخم في الخلايا الدهنية. وبالتالي الطفل اللي بيبقى سمين وهو صغير بيستمر سمين طول عمره. ونوعية السمنة دي زي ما قلنا بتصاحبها مشاكل. طبعا. يمكن الكبير بيقدر يتخلص من الوزن بسهولة، لكن اللي زاد وزنه وهو طفل مش هيعرف يتخلص من زيادة الوزن بسهولة. وعلشان كده بقى في توجه كمان الى توجيه يعني الاهتمام بزياده الوزن في الاطفال، لانه لما هنا عدد الخلايا نفسه زاد، وبالتالي لما يبقى عدد الخلايا الدهنيه زياده يبقى حتى لو هو بطل اكل هيظل سمين برضه، لانه عدد الخلايا كبير. لكن الكبير لما بيزيد يعني بيحصل له سمنه، فهنا حجم الخليه هو اللي بيزيد وده ممكن يصغر فيقدر يحصل الوزن بسهوله. عايز استفيد من وجود حضرتك معانا كرئيس اقسام البطنه والمناعه بجامعه عين شمس سابقا، واسال حضرتك فيما يتعلق بالمناعه. احنا يمكن كوفيد ادانا درس في العالم كله انه المناعه ثم المناعه، كلما عملنا على تقويه الجهاز المناعي كلما يعني قلت نسبه الاصابه بالامراض الكثيره والوعكات الصحيه والفيروسات والبكتيريا وما الى ذلك، طبعا كله باذن الله تعالى. المناعة يا دكتور يمكن من أكتر الأمور اللي ليها علاقة بالطب أو بالصحة اللي العالم اتكلم فيها، أبحاث علمية وتقارير دولية واتكلمت إنه إزاي نرفع المناعة، بس أو عن طريق بقى حاجات طبيعية، أعشاب، مشروبات وما إلى ذلك. حضرتك كطبيب في المقام الأول إزاي تنصح الناس إن هي تقوي جهاز المناعة سواء للسن الصغير أولادهم أو لينا ككبار؟ لأنه كمان يعني إحنا كل ما نتخيل ان احنا هنقول مع السلامه للفيروسات اللي هي يعني عائله كوفيد بنلاقي انه لا، في سلالات ومتحورات وحاجات جديده. فحضرتك تنصحنا ازاي بتقويه الجهاز المناعي يا دكتور؟ طيب دكتوره منى اسمحي لي ان انا بس اصحح يعني معلومه معينه، لان ده هيخلينا نقدر نتفهم. هل انا اقدر ارفع قدرات القلب بتاعي او قدرات المعده بتاعتي؟ مفيش حاجة اسمها رفع المناعة. في عندنا الحصول على مناعة متوازنة متكافئة تقدر انها تقوم بوظائف. وبالتالي المناعة كجزء من الجسم محتاجين ان احنا علشان نخليه يصل الى مرحلة التوازن ويقدر ان هو يدافع عننا، احنا محتاجين ان احنا نعامله معاملة صحية سليمة. يعني التغذية السليمة، استنشاق هواء نظيف، شرب سوائل بكثرة، التعرض للشمس، ممارسة الرياضة، الامتناع عن التدخين، النوم بشكل كافي، البعد عن الاشاعات والاكاذيب والضغوط النفسيه. هي دي الحاجات اللي عموميه اللي بتخلينا خليني يعني اخر نقطه دي مهمه جدا يا دكتور، اخر نقطه دي مهمه جدا. اصحيح لانه دي ليها حلول كمان يعني. صحيح. البعد عن الاشاعات والاكاذيب، ايوه، الضغوط النفسيه والضغوط النفسيه. هنا دي اسمها الوسائل العموميه لتحسين المناعه والحصول على المناعه المتوازنه. صحيح. عندنا بقى وسائل متخصصه. متخصصه يعني ازاي ان انا اخلي إن عندي مناعه ضد مرض معين. صحيح. زي مثلا كوفيد. علشان احصل على مناعه ضد كوفيد انا محتاج اخد اللقاح بتاع كوفيد. عشان امنع الاصابه بالانفلونزا يبقى انا محتاج اخد اللقاح بتاع الانفلونزا. صحيح. لان هي دي الوسيله اللي تديني اكثر مضاده تقدر انها تقاوم. نعم. لازم الحوار زي ما حضرتك شايفه وبتقولي معايا دلوقتي انه الحوار يبقى موجه. انا عندي وسائل بنسميها وسائل عموميه، انا اهتم بصحتي بشكل كويس، وبالتالي ده هيخليني انسان سليم وصحي. وفي نفس الوقت ان انا عندي وسائل متخصصه هستخدمها عند اللزوم. صحيح. اللي هي ان انا استخدم اللقاحات لان هي دي اللي بتديني المناعه، الا اذا كان بقى الشخص ده بيعاني من مشكله نقص المناعه. في الحالة دي هو محتاج برضه علاج متخصص طبعا لنقص اللي بيعاني منه، سواء بقى نقص كرات الدم البيضاء او
الخلايا الليمفاوية أو في منتجاتها زي الأجسام المتوضة مثلا هي بتدافع عن الجسم في حالات الإصابة بالمرض. نعم. كمان نقطة مهمة جدا إنه نقص المناعة بيؤدي إلى أمراض الالتهابات وأمراض الأورام. لكن زيادة المناعة تدير مكانها يؤدي إلى أمراض اللي هي أمراض الحساسية وأمراض المناعة الذاتية. وعلشان كده إحنا عايزين المناعة متوازنة زي ما حضرتك قلت، التوازن في المناعة. التوازن في الحياة عموما. والتوازن في الحياة عموما طبعا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، شكرا لحضرتك يا فندم. النهاردة تم الإعلان عن الانتهاء من إجراء 1,703,035 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة اللي بتشملها هذه المبادرة، ده منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018. تم كمان متابعة أكثر من 61,903 حالات بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى خلال الفترة من يناير 23 حتى مايو الجاري 23، بالإضافة لاستقبال 27,338 اتصال من مرضى قوائم الانتظار خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة. تفاصيل أكتر هنعرفها مع حضراتكم من خلال العرض التالي. لسه عندنا مجموعة من الأخبار ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. القارة الأوروبية بتواجه مشاكل اقتصادية كبيرة الحقيقة، بنتكلم عن تضخم، أزمات في الطاقة، ارتفاع في الأسعار ونقص في بعض السلع. طبعا كل الحاجات دي متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية اللي ألقت بظلالها على هذه القارة، القارة العجوز كما يطلق عليها، باتت طبعا بتعاني تحت وطأة ديون بلغت حاليا نتحدث عن 13.3 مليار دولار ديون. البنك المركزي الأوروبي قام بإصدار 600 مليار يورو إضافية في عام واحد. احنا عارفين طبعا كلنا من يعني أبسط يعني دروس أو مبادئ الاقتصاد إنه عندما تلجأ الدول إلى طبع أموال أو يعني تغذية الأموال فهي أيضا تغذي التضخم أو نسبة التضخم، وهذا ما حدث بالفعل وأدى إلى ارتفاع الأسعار في بشكل غير طبيعي. عايزين نتكلم في تفاصيل كتيرة ونعرف أين تقف القارة الأوروبية اليوم مما يحدث من مشكلات وأزمات اقتصادية، ونتابع هذا الملف من لندن هاتفيا. معنا الدكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذة منى، إن شاء الله تكوني بخير وصحة وعافية. الحمد لله.
دكتور، ما هي الأسباب بداية اللي أدت لتفاقم مشاكل التضخم والطاقة وارتفاع في الأسعار في القارة الأوروبية؟ وهل فكرة أنه ما قامت به الدول الأوروبية يعني تغذية الأسواق بالأموال، بنتكلم هنا عن يعني طبع أموال لو بنقول كده، هل ده أدى إلى زيادة هذه المشكلة؟ طبعا طبع وضخ اموال جديده في السوق الاوروبي ده زاد من زياده حجم الاقتصاد، حجم التضخم الاقتصادي بشكل خطير. اولا اوروبا قابلت مشكلتين كبار، والنهارده في مشكله ثالثه اكبر واكبر. المشكلتين الكبار دي بدات بأن كورونا جت، كورونا طبعا قفلت السوق الأوروبي، والسوق الأوروبي بيعتمد على سوق صناعي، فالصناعة بتاعته توقفت لفترات طويلة، تمام، وبدأوا هم يصرفوا على السوق الأوروبي ويصرفوا على الخدمات، سوق الخدمات اللي هو عطل بشكل خطير وما كانش ليه حاجة، فبدأوا يمولوا سوق الخدمات. للحل الوحيد هم اتبعوا النظام الأمريكي. أمريكا في كورونا طبعت 9 مليار عشان تعوض، تمام، النقص المالي اللي موجود في السوق الأمريكي. أوروبا طبعت طبعا، فرنسا طبعت، ألمانيا طبعت، تمام، والبلاد بتاع الدول يورو طبعت فلوس هناك. النهارده ضخ الفلوس دي بيزيد الحجم المالي، وبيدي ان بيبقى في الاسعار بتبدا ترتفع. من خروج لكورونا دخلنا في مشكله اكبر، اللي هي مشكله البريكزيت اللي بداها بوريس جونسون. وترامب النهارده كان ليه خلاف كبير مع اوروبا وبالذات مع المانيا وفرنسا. فالنهارده ترامب كانت او السياسه بتاعت ترامب ان هو يكسر القوه بتاعت السوق الاوروبي. فعلشان يكسر السوق الاوروبي فهو شجع ترامب شجع بوريس جونسون ان يعمل او يزق البريكزيت دوت، وانجلترا تخرج من اوروبا. فقوه انجلترا لما تخرج من اوروبا النهارده بتبدا تضعف التكامل او الوضع الاقتصادي للاوروبي. خروج انجلترا في البريكزيت سبب مشكله كبيره لانجلترا نفسها، وسبب مشكله كثيره لاوروبا، لان الاتفاقات التجاريه الكبيره اللي بين انجلترا وبين اوروبا دي انكسرت. فبدات انجلترا النهارده تدور على مراكز جديده او اسواق جديده تفتحها للتجاره العالميه بتاعتها. دي ما كانتش موفقه فيها بشكل كبير. اوروبا النهارده بدات تعوض السوق الانجليزي، لان السوق الانجليزي كان بيمولها ب 370 مليار سنويا اللي بيغذي السوق الاوروبي، فاوروبا افتقدت هذا السوق. كمان انجلترا عشان بريطانيا عشان تخرج من السوق الاوروبي اللي هو البريكزيت لازم في تكلفه. فكانت متفقه معاهم انهم هتديهم 50 مليار. ال 50 مليار دول اثروا بشكل خطير على الخزانه الامريكيه. بعد كده بدات المشكله الكبيره الخطيره اللي هي روسيا والحرب الروسيه الاوكرانيه. الحرب الروسيه الاوكرانيه دي سياسيا مخلوقه، تمام، من امريكا. امريكا تقريبا شبه زقت اوروبا لهذه الحرب. نعم، انا بشكر حضرتك يا فندم، جزيل الشكر على هذا التوضيح، الدكتور محسن السلموني استاذ الاقتصاد بجامعه لندن، شكرا لك يا فندم. وفاصل قصير ومن بعد فقرتنا الحواريه في حديث الاخبار، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم. في ظل تنامي قوة الصين الاقتصادية والعسكرية اللي بتشكل طبعا دلوقتي تاني أكبر اقتصاد في العالم، بيبدو أنه هذا الأمر أصبح أو هو بالفعل بقاله فترة مصدر قلق وإزعاج لمجموعة السبع أو جي 7 اللي بتتزعمها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. ده يمكن كان ظاهر بشكل واضح قوي في الاجتماع الأخير لمجموعة السبع في هيروشيما، وفكرة اتخاذهم لنهج أكثر صرامة وحدة ربما بشأن الصين وسط زيادة
القلق من اعتمادهم على تاني أكبر اقتصاد في العالم، وأيضا الإحباط بشأن مجموعة من الاتجاهات. أيضا من الحديث عن المواجهة بين الصين ومجموعة السبعة، لازم كمان نعرف على الأرض ما هي أبرز تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، لأنه بيبدو أنه الأزمة في تطور مستمر بعد سقوط بخموت في يد القوات الروسية. للحوار والحديث عن تفاصيل كثيرة أيضا وهذه الملفات الهامة جدا، بيسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو ضيفنا الكريم سيادة العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. محاور كثيرة سيادة العميد. خلينا في البداية نسأل، لأنه حتى كنا قبل الفصل على طول بنتكلم مع ضيف كريم من لندن، نتكلم على فكرة الاقتصاد برا والبريكزيت وخروج بريطانيا وكيف أثر على الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك. فمن هنا يمكن هسأل حضرتك، القوة الاقتصادية للصين زيادتها بشكل كبير، الكل خلاص دلوقتي شايف أنها أصبحت مصدر قلق وإزعاج. صحيح. تحديداً للولايات المتحدة الأمريكية، ليه ده يا فندم؟ الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي كله الحقيقة معها في نفس هذه الهواجس. ليه؟ لأن يعني هم تصورهم الحقيقة مش أول مرة نشوف في اجتماع جي 7 الأخير استهداف الصين بشكل مباشر كعدو وكمنافس أول لهذا المعسكر. الحقيقة اللي سبقوا في دوت اجتماعات الناتو اللي كانت في مدريد في نهاية العام 22، كانت الحرب الروسية الأوكرانية كانت مشتعلة وموجودة، وكان الحديث ربما مثير انه كان يستهدف الصين باكثر مما يتحدث عن روسيا، باعتبار الصين هي العدو والمنافس الرئيسي لحلف الناتو. بنتكلم في حلف الناتو، يعني بنتكلم في تكوين عسكري كبير جدا يشمل معظم الدول الاوروبيه وبقياده الولايات المتحده الامريكيه. فاحنا كمان النهارده في جي 7 جاي عشان يؤكد هذه المقوله وهذه المكانه للدوله الصينيه. حضرتك بتسالي ليه؟ لان الحقيقه الصين في السنوات الاخيره تقدمت بسرعه كبيره جدا منذ انتهاء الحرب، عفوا منذ انتهاء جائحه كورونا وبدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه، وبدا المشهد العالمي في تسارع كبير جدا بيصيغ نفسه إن ربما المنافس ليس روسيا. روسيا على كل ما كانت عليه قبل خوضها هذه الحرب، لا، الحقيقة الواقع أثبت للمعسكر الغربي إن المنافس الأكثر قوة والأكثر جاهزية هو الصين. تمتلك كل أدوات القوة الحقيقية، كانت أول دولة تقوم وتتعافى بسرعة مذهلة، رغم أن العالم كله ربما يعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية من أثار جائحة كورونا حتى اللحظة بعد مرور عامين تقريبا من انتهاء جائحة كورونا. لا، كانت الصين اللي هي كانت بتلاحقها الاتهامات، اللي هي الوباء بدأ عندها بالظبط، بنتكلم على كورونا وعمليات الإغلاق وأزمة سلاسل الإمداد وغيره. فإذا بيهم يجدوا أن عندها من المرونة ومن الكفاءة ومن الجاهزية أنها تستعيد عافيتها بصورة كبيرة جدا. وما بنتكلم على يعني القوة الشاملة هنا، الأنظار تتجه ناحية الصين. أولا تمتلك قوة بشرية لا يستهان بها، تمتلك قوة عسكرية واضح أنها هي استثمرت فيها طوال العقود الماضية بهدوء وبدأب وبخطوة وبنظام الخطوة خطوة، حتى وصلت أن هي امتلكت هذا القدر الكبير جدا من التسليح اللي هو يعني يأتي مباشرة في المرتبة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، يسبق روسيا ويسبق كل دول أوروبا. دي إحصائيات ومؤشرات كانت مثيرة للقلق بشكل كبير. وتبقى تكنولوجيا، مسألة التمدد التكنولوجي الصيني الحقيقة هو ده اللي جعلها حتى تقوم بإزاحة روسيا، كونها المنافس التقليدي للمعسكر الغربي، وتتقدم الصين. لأن زي ما بنقول الثلاث عوامل إنها تتوافر في الصين بهذه الكيفية: قوة بشرية، قوة عسكرية، تكنولوجيا. الثلاثة دول الحقيقة يجعلوا أي دولة تبقى منافس حقيقي يقدر يقف في وجه هذا المعسكر المناوئ ليه. بدأت الصين في الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس شي بينج الحقيقة وكأنها تقدم نفسها
بنسخة جديدة وبطبعة جديدة إلى العالم. إن هناك عالم جديد يتشكل هي حاضرة فيه وحاضرة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الكتلة الأوروبية. بان كتير جدا من تفاصيل حرب الروسية الأوكرانية إن روسيا تأتي رقم ثلاثة وراء الولايات المتحدة الأمريكية والصين على مستوى الإمكانيات، على المستوى البشري، على مستوى القوة العسكرية. بنتكلم بعد سنة ونص ولازالت روسيا تخوض المعركة في شرق أوكرانيا. أهدافها الكبرى اللي أعلنتها في أول الحرب الحقيقة لسه بعيدة المنال بشكل كبير. أنا لازم هتطرق مع حضرتك على تحديدا بخمود وآخر التطورات، لكن قبل ما نسيب موضوع الصين برضو في سؤال يا سيادة العميد لو تسمح لي. هي يعني العلاقة غريبة شوية، يعني أو إحنا لو بنقول إنه في دلوقتي معادلة ما بين مجموعة السبع وبريكس، فمجموعة السبع زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي في حالة قلق وانزعاج من النمو المذهل للصين اقتصاديا، وفكرة السيطرة والهيمنة الاقتصادية هتكون لمين؟ الولايات المتحدة ولا الصين؟ وبالتالي مجموعة السبع بالتبعية بقى أو البريكس. بس في نفس الوقت في حالة كده مطلوبة من التوازن، لأنه برضو ما هي دول الغرب دي اللي مع الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح اقتصادية كبيرة وهائلة جدا مع الصين، فهي ما تقدرش تستغنى، جزء كبير من اقتصادها متوقف على الصين. هو في اعتمادية. هنا المعادلة تعمل إيه؟ طبعا المعادلة لازالت هي، ما احنا بنتكلم في أمر قيد التشكل، ما هواش ما فيش إجابات حاسمة حتى اللحظة، لأن الحقيقة مش بس الطرف ده بيعتمد على ده أو ده لا، في درجة من الاعتمادية المتبادلة. وإحنا مش بنتكلم في مجموعة السبعة عن المعسكر الغربي، إحنا بنتكلم على اليابان والهند عضوين رئيسيين في مجموعة السبعة وهم أقرب الجيران إلى الصين. الهند مع السبعة، مجموعة السبعة فإحنا قدام اتنين من أهم ومن أقوى الاقتصادات القادمة وقادمة بقوة ككتلة مع بعض. الاعتمادية المتبادلة اللي إحنا بنتحدث عنها إن الطرفين لازالوا بيعتمدوا على بعض بشكل كبير ويهمهم إن يحدث التوازن اللي حضرتك بتشيري ليه، والعقلاء في كلا المعسكرين بينظروا إلى تعزيز هذه الاعتمادية وعدم جر هذا الصعود الصيني إلى أن يعني يدفع العالم إلى مرحلة من التنافس تعيد مشاهد الحرب الباردة أو طبعة جديدة منها ربما تكون أكثر شراسة أو أكثر قوة. لو بدأنا نتكلم على المشكلات اللي حصلت في جوار الصين، نقدر نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية انطلقت من أجل هدف، تحقيق هدف رئيسي استراتيجي دلوقتي كل السياسيين الأمريكيين بيتكلموا عنه، وهو احتواء الصين. تصعيدها في دعم تايوان الحقيقة ده من هذا الاتجاه. تعزيز التعاون الأمريكي مع اليابان ومع كوريا الجنوبية، تحالف الأوكوس اللي حصل قبل الحرب الروسية الأوكرانية بشهور الحقيقة، أيضا هو بيتكلم على الإندو باسيفيك وعلى محاولة لاحتواء الصين والضغط عليها كي لا تنطلق إلى الخارج خاصة. ومجموعة السبعة دي قاعدة بتفكر في أن الصين خطتها الاستراتيجية أنها رصدة 600 مليار دولار من أجل مشروع الحزام والطريق، اللي هو الحقيقة يكاد يكون بيطوق العالم كله بمجموعة من الارتكازات الصينية اللي هتبقى واقفة عند مفارق الطرق والقارات والممرات الملاحية والنقاط الأكثر أهمية في ممرات التجارة والدول الناشئة والصاعدة اللي الصين فاتحة دراعاتها ليها بشكل قوي جدا في شراكات، في مشروعات مشتركة، في حجم استثمار كبير، في حاجات كتير جدا خلت المعسكر الغربي يقول حان الوقت من أجل محاولة تقييد هذا التقدم الصيني بالضغط عليها من جانبها. احنا عشان قدامنا دقيقة وانا لازم اسأل حضرتك عن احدث التطورات طبعا في روسيا اوكرانيا، بس انا اعدت السؤال على حضرتك، انا كنت شاكة لانه الهند من مجموعة البريكس
البريكس. البريكس وليس مجموعة السبعة جي 7. مذكرين يا سيادة العالم. لا تمام. تمام. الوضع في روسيا وأوكرانيا يعني حتى لو الاهتمام العالمي يبدو أنه قل شوية عن الأول، ولكن في النهاية مصالح العالم كلها أيضا يعني متوقفة على ما يحدث على الأرض. الأخبار الأخيرة عن هيمنة أو سيطرة القوات الروسية على بخموت، إيه هو الجديد على الأرض وحضرتك شايف الوضع حاليا إزاي؟ روسيا بتتقدم، بتحقق انتصارات. بخموت نموذج، لكنه نموذج يدل على أن التقدم بطيء جدا، وأن الإنجازات ما هياش حاسمة، ما هياش هتتسبب في تغيير دراماتيكي في أحداث الجبهة والميدان، بدليل أن القوات الأوكرانية برضو قادرة أنها تحقق اختراقات وهجمات مضادة محدودة إلى حد ما، لكنها قادرة أنها تواجه الجانب الروسي. مفيش يعني تحرك حاسم، مفيش نتيجة حاسمة نقدر حتى نستشرف بيها أن ربما في القريب أن هيحدث انفراجة أو هيحدث انتهاء لهذا المشهد. لازال كلا الطرفين يراهن على أنه هيحقق أهدافه السياسية من خلال القوة العسكرية، إن كان الجانب الروسي باستخدامه الآلة العسكرية بمنتهى القوة، ولازال يخوض المعارك بشراسة وبإصرار وبتصميم. على الجانب الآخر لازال المعسكر الغربي يحاول بكل قوته إن هو يدعم أوكرانيا، إن هو يزودها بالأسلحة، إن هو يكون حاضر معاها كي يجعلها قادرة على صد هذا الزحف الروسي. النتائج بعد عام ونص لازال إحنا في شرق أوكرانيا، لازال الأمر كما أشرنا بيدور في مساحات محدودة للغاية، لم تصل القوات الروسية إلى نهر الدنيبرو أو تعبر الضفة كما كانت يعني تخطط في بداية الحرب. فإحنا لسه قدام متغيرات بطيئة، لكنها حتى اللحظة في صالح الروس. الأوكران لم يستطيعوا تحقيق أيضا اختراقات أو هجوم مضاد فارق يمكن من خلاله ان احنا نقول ان في تغير مع كل الدعم الغربي، ان احنا نقدر نقول ان في تغير في معادلات الجبهة. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم، دايما بتطلعنا على يعني المعلومات الجديده. سياده العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. شرفت ان اكون مع حضراتكم، انا منى فاروق، وان شاء الله نلقاكم غدا في تمام العاشره مساء في حلقه جديده من حديث الاخبار. دمتم في امان الله.